موضوع التحرش الجنسي بالوكالة المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بأكادير. كما أشرتم إليه، لقد كانت هناك تعيين لجنة وزارية من المفتشية العامة للوزارة التي ذهبت إلى عين المكان والتقت بالطرفين، يعني بالسيدات اللواتي يشن لهذا التحرش الجنسي والطرف الآخر أيضا، وتم الاستماع للطرفين وتم دراسة الوثائق التي تم الإدلاء بها من الطرفين، وبناء على الوثائق التي تم الإدلاء بها ودراستها لم تتمكن اللجنة من الحسم في الأمر ومساندة الطرف ضد الآخر بناء على الوثائق. ربما هناك وثائق أخرى، ولكن الوثائق التي تم الإدلاء بها لم تكن كافية للحسم في الموضوع. وقد كانت أشارت السيدات يعني المعنيات بأنهن سيلجأن للقضاء، فطبعا قالت لهم المفتشية هذا من حقهن أن يلجأن للقضاء، هذا ما يمكن أن أقوله في هذا الموضوع. طبعا نحن ننخرط في الاستمرارية. فيما يخص وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، لم نوقف أي مشروع، بالعكس يعني جميع المشاريع يعني ارتكزنا عليها وطورناها. نقدر نعطي مثلا مشروع التمكين، مغرب التمكين، اللي طورناه سميناه مشروع مغرب القدرات والتمكين، لان في اغلب الاحيان تكون مواكبه النساء لخلق مقاوله او خلق تعاونيه، ولكن ليس لديهن القدرات الكافيه لانجاح هذه المقاوله او هذا المشروع. ولهذا اضفنا واحد مكون اساسي اللي هو مكون ديال القدرات والتمكين. ايضا مشروع يعني الانخراط الالتزام اللي كان عند الوزاره مع مجلس إعلان مراكش الذي تترأسه سمو الأميرة للا مريم، واللي بالإشارة تم أخيرا يعني التنويه به عالميا وأمميا، كان اعتراف أممي الذي رفع لسمو الأميرة الجليلة للا مريم إشادة بمجهوداتها وريادتها فيما يخص حماية النساء ومحاربة العنف ضد النساء. فهذا المشروع حتى هو كملناه، بالعكس طورناه، وكما سمعت اليوم تم خلال مجلس إدارة المجلس إعلان مراكش اللي انعقد أخيرا، تمت إبرام عدد من الشراكات. فيما يخص وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كانت طبعا هناك وزارات أخرى، ولكن فيما يخص وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تم توقيع شراكات حول خلق أكاديمية التمكين، وهي أكاديمية مهمة ستمكن النساء ضحايا العنف والنساء اللي في وضعيه صعبه وهشه بصفه عامه من الاستفاده من تكوينات بدون شرط سن او مستوى دراسي. واللي هاد يعني هاد الاكاديميه ديال التمكين غادي يكون غادي تمكن من تعزيز تكافؤ الفرص وولوج النساء للمعرفه والتمكين، خاصه النساء ضحايا العنف وضعيه هشه. وكان ايضا دائما في الاستمراريه كان ايضا الاعلان على تكوين 10,000 مساعد ومساعده، وهذا مهم جدا لان حاليا عدد المساعدات والمساعدين الاجتماعيين قليل، ولا بغينا نواكبوا هذه المراكز ديال التكفل بالنساء ضحايا العنف والمراكز الاجتماعيه بصفه عامه خصنا واحد العدد كبير. والمركز يعني المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجه اللي هو تيقوم بهذا يعني التكوينات العدد قليل، تقريبا 100 متخرج كل سنه، فحاليا سنمر ل 1000 متخرج كل سنه في اطار شراكات مع الجامعات مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في اطار شراكه مع تنسيقية إعلان مراكش غادي توسيع ديال يعني 1000 في إطار تكوينات ديستريبيي إلا بغينا نقولوا موزعة على الجامعات، وهذه التكوينات معتمدة من للناس. أيضا تم إطلاق معيار الجودة، معيار جودة لاعتماد الجمعيات اللي غادي تكون يعني معتمدة في إطار إعلان مراكش، واللي غادي تقوم بتنزيل بروتوكول حماية النساء والتكفل بالنساء كما هو مضمن في بروتوكول إعلان مراكش،
وتم بخلق كما قلت لكم مع تنسيقيه اعلان مراكش معيار للجوده، دونك سان لابيل كاليتي معيار للجوده. وايضا فهاد بالنسبه لهاد المراكز اللي حتى هي كانت يعني كانت ولكن ما كانتش مفعله، ما كانش فيها مثلا الايواء او ما كانتش منزله حلقه التكفل بالنساء، فاحنا سهرنا على انها تكون منزله حلقه التكفل بالنساء كما هي بما فيها جميع المتدخلين من النيابه العامه، وزاره الصحه، وزاره التضامن. فتم هاد المراكز اللي غتكون معتمده في اطار هذا المعيار غادي يتم تزويدها بعدد من الاليات والامكانيات، خاصه وسائل متنقله، يعني سياره متنقله اللي فيها خدمات متطوره اللي فيها مساعده اجتماعيه اللي غتهز السيده المعنفه من البيت ديالها وتديها لمركز الايواء فين غادي يكون الايواء الاستعجالي، وتكون المواكبه ديالها في جميع المراحل ديال التكفل. ولكن لا نغفل الوساطه الاسريه، لان الوساطه الاسريه مهمه، وما نسعى اليه هو حمايه المراه والنساء، ولكن ايضا مواكبه الاسره حتى يتم تجاوز يعني الصعوبات والمشاكل. فهناك وحدات ودي موديول وحدات تكوينيه مهمه حول الوساطه الاسريه والمواكبه الاسريه. فيما يخص يعني الاسئله اللي جات، طبعا تكلمنا على مشروع جيستر، وهنا غادي نجاوب على السؤال اللي تطرح حول يعني المشاريع التمكين الاقتصادي للنساء في اطار الجوله والتشاوريه، اللقاء التشاوريه اللي قمنا بها بجميع جهات المملكه. يعني تم توقيع شراكات مهمه جدا، وتم رصد مبلغ اكثر من 250 مليون درهم، 250 مليون درهم، فيها الثلث من طرف وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والثلث من مجالس الجهات، والثلث من يعني الولايات والعملات لمواكبة 3000 سيدة في كل جهة، بما دونك معدل 36 ألف سيدة في جميع جهات المملكة. وانطلق البرنامج من الداخلة، لأن يعني الداخلة كانت بداتو كانت فيها 800، حنا وسعناه ل 3000، وسعناه أيضا بإمكانيات ديال تدعيم وتعزيز القدرات. فهاد فمثلا كان طلب عروض طبعا بطريقه يعني شفافه وفيها الشفافيه، واش اللي متدخل يعني في اطار الشراكه مع مجلس الجهه، وايضا التعاون الوطني ووكاله التنميه الاجتماعيه اللي غتواكب هاد المواكبه ديال ادماج النساء. اذا كاين طلب عروض وتسجلات، فهذا كاينه بوابه يعني مفتوحه، مسطحه مفتوحه، تسجلات فيها حاليا اكثر من 6000 امراه، الوغ كو البرنامج يهم 3000 امراه. فهذا تيبين على نجاح يعني المشروع او يعني لابيل ابروجي، طلب العروض. وهذا حتى بالنسبه لنا مهم جدا، لان غادي نواكبوا هاد 3000 امراه. ولكن اللي بغيت انا من بعد والطموح ديال الاستراتيجيه اننا ما نغفلوش حتى 3000 المره الاخرى او 4000، بالعكس غتكون عندنا قاعده بيانات اللي غادي نشتغلوا عليها لمواكبه النساء اللي عبروا عن الحاجه للادماج الاجتماعي والاقتصادي، وهذا في اطار تنزيل التزامات الحكومه، خاصه الرفع من عدد يعني من النشاط النساء من 20% ل 30%.